ها قد فزت على خصمي في لعبة الشطرنج. أمر طبيعي، لكن الاستثنائي أنه بات بإمكان أي شخص مصاب بشلل رباعي أن يفوز أيضا. كيف؟ بواسطة شريحة دماغية. فبمجرد التفكير يمكن للمصاب بالشلل الرباعي أن يحقق إنجازا بلعب الشطرنج. أمر ليس بغريب على شركة نيورالينك الأمريكية لصناعة الرقائق، فبعد مرور نحو شهر على أول عملية زراعة شريحة دماغية، تمكن نولاند أرب وأحد المصابين بالشلل الرباعي من التحكم بعقله ولعب الشطرنج على الكمبيوتر بواسطة تلك الشريحة. لكن الأمر ليس بهذه السهولة، فلا يزال يتعين على أرب القيام بأمور إضافية كثيرة، إلا أن حياته تغيرت بالفعل كما يقول. من كان يدري يوماً أن نوايانا قد تحرك مؤشرات على شاشة الكمبيوتر. لذا اجعلوا نواياكم صافية.